بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن شرح paper بعنوان Derivation of a 9 variable model of a YouTube steam generator coupled with a 3 element controller. يعني احنا عايزين نعمل modeling لل YouTube steam generator مع ال 3 element controller او مع ال controller اللي بيكون معه. خلال البحث اللي قدامنا ده هو بيتناول في الأساس إزاي إنك تعمل موديلينج وإزاي إنك تعمل سيميوليشن لمحطة طاقة حرارية بتعمل بضغط المية أو الضغط بتعمل بالستيم. فهو هنا الهدف الأساسي من البحث هو إنك عاوز تعمل موديل للستيم جنريتور أو للجزء الخاص بعملية إنتاج البخار في محطة إنتاج الكهرباء، بحيث انك تقدر تشوف ازاي هتقدر تتحكم في كمية الطاقة المنتجة من المحطة اللي انت بتتعامل معها. وده طبعا عن طريق انك تتحكم في عدة عوامل اساسية، اهمها درجة الحرارة، الضغط، طول المواسير، معدل السريان بتاع المائع نفسه، وغيرهم كتير من العوامل. لكن العامل الاساسي هو درجة الحرارة. درجة الحرارة في الاول وفي الاخر بتكون سبب رئيسي في تغيير بعض العوامل الاخرى. هنلاقي ان درجة الحرارة بتأثر على الضغط، هنلاقي ان درجة الحرارة بتأثر على كمية التبخير او كمية الغاز المنتج، هنلاقي ان درجة الحرارة هي عامل اساسي في كل المعادلات الحرارية اللي بنتعامل معها. فعشان تقدر تعمل الموديل بتاعك بشكل صحيح لازم لك حاجتين. اول حاجة هي انك تفهم آلية عمل المنظومة اللي انت بتشتغل عليها، وتاني حاجة انك تقسم المنظومة اللي بتشتغل عليها دي لمجموعات تقدر تحول المجموعات دي لمعادلات رياضية من خلالها تقدر تحدد العوامل الرئيسية بتاعتك عشان تشوف هتتحكم فيها ازاي وتحدد لها نوع الكنترولر المناسب ليها ازاي. فتعال نبدأ بأول حاجة ونفهم ايه هي الستيم جنريتور، وخلينا نتعمق اكتر ونفهم ايه هي محطات الطاقة الكهربية، ونبدأ نفسر ونوصل في النهاية لكلمة PWR او Pressurized ووتر رياكتور اللي هنتعامل معاه خلال البحث بتاعنا. عشان تقدر تفهم ازاي المحطات الكهربية دايما بتشتغل لازم نرجع للمحطة الكهربية الاساسية او دورة ما تسمى بدورة رانكن عشان نفهم ازاي المحطات بتنتج الكهرباء، وبالاخص المحطات اللي بتشتغل على استعمال ضغط البخار بتاع المية عشان تدور توربينات وتنتج الطاقة. دايما المحطات دي بيكون مكون فيها اربع حاجات رئيسية: تربينة، كوندنسر، بامب، وما نسميه بالستيم جنريتور. كل معدة من الاربع معدات بيكون ليها وظيفتها الرئيسية، لكن الهدف الرئيسي من المعدات الاربعة هي في الاول وفي الاخر انها تشغل ما نسميه بالجنريتور او المولد الكهربي. المولد الكهربي بيعمل دايما على فكرة الحث الكهرومغناطيسي، بمعنى ان لما تقطع خطوط المجال المغناطيسي دايما بيتولد عنها طاقة كهربية. فبالتالي احنا هدفنا في الجنريتور اننا نعمل حركة داخله بحيث ان الحركة اللي داخله دي تقطع خطوط المجال المغناطيسي اللي هي جوه الجنريتور، فبالتالي بيولد طاقة كهربية. فالطاقة الكهربية الناتجة من المحطات دايما ما بتكونش مثلا كيلو جول ولا 2 كيلو جول، لا هي بالعكس بتكون بالميجا جول وساعات حتى بتوصل للتيرا جول. فبالتالي انت بتتعامل مع كمية كبيرة جدا من الطاقة ناتجة من الجنريتور، وبالتالي الحركة اللي هتكون داخل الجنريتور عشان تقطع خطوط المجال المغناطيسي لازم تكون حركة كبيرة. فبالتالي عشان تعمل الحركة دي انت محتاج انك تعمل جهاز، الجهاز ده يعمل لك حركة بشكل كبير بحيث انها تولد حركة داخل الجنريتور. الجهاز اللي استقرينا عليه هو ما نسميه بالترباين او بالتربينة. التربينة دايما بتكون عبارة عن ريش بالشكل اللي قدامنا ده، طبعا بتقدر تشوف حجم الريشة مقارنة بحجم الانسان اللي واقف قدامها، حجم الريشة طبعا بيكون كبير. الفكرة في الريش انها بتكون متثبتة على عمود، العمود ده بيكون متوصل مع الجنريتور، والتوصيلة مع الجنريتور دي بتكون هي الأساس اللي بيحرك قاطع أو روتر داخل الجنريتور بحيث أنه يقطع خطوط الفيض المغناطيسي وبيولد الكهرباء. فبالتالي احنا عايزين ندور التربينة العملاقة دي
عشان الشافت او العمود اللي هي متركبة عليه يلف، وبالتالي يلفف العمود اللي هو بتاع الجنريتور. فعشان تلفف آلة عملاقة زي اللي شفناها اللي هي التربينة، انت محتاج غازات، والغازات دي ما يكونش بس غاز بسيط، لا الغاز ده لازم يكون مضغوط، يعني غاز له ضغط عالي، درجة حرارته عالية وسرعته كمان عالية، بحيث ان هو يقدر يلفف الكتلة العملاقة دي، وبالتالي يلفف معاها العمود اللي هي متثبتة عليه. فعشان تعمل العملية دي في الاول وفي الاخر انت محتاج تزود ضغط عن طريق ما نسميه البمب، فالبمب هتزود لك البريشر، وبالتالي محتاج برضو كمان تزود درجة حرارة، فبالتالي بنلجأ للجزئية التانية وهي الستيم جنريتور، او الجزئية اللي بيتم فيها زيادة درجة الحرارة بتاعة المائع. تالت حاجة المائع نفسه، وده هو بيكون المية. فلو هنشرح الموضوع كله بشكل ابسط هنلاقي اننا محتاجين ان يكون في ستيم جنريتور. الستيم جنريتور ده اللي هيولد طاقة، هيولد مادة غازية اللي هي هتبقى بخار المية. هيتم توليد بخار المية عن طريق ان انت بتسخن المية في الحالة السائلة، طبعا بتسخنها، فلما تسخن المية هتتحول في النهاية لبخار. بخار المية هيعدي على ريش التوربينة، وبالتالي هيلفف الريش دي. فعشان تحول المية من الحالة السائلة للحالة الغازية انت محتاج في الاول وفي الاخر كمية من الحرارة تضيفها للسائل بتاعك عشان يتحول لغاز او يتبخر بمعنى ادق. اغلب انواع محطات الطاقة الحالية بتشتغل على الوقود الحفري، سواء الفحم سواء الناتشرال جاز او الغاز الطبيعي، او حتى المحطات الجديدة بتعتمد على الجيوثيرمال او الحرارة اللي هي من بطن الارض. وفي طبعا انواع كتيرة جدا من المحطات، كل محطة بتشتغل او بتختلف من او طريقة عملها، وبالذات في جزئية التسخين دي هي اللي بتفرق محطة من محطة تانية. فالمحطة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة او اللي احنا بصدد الكلام عليها هي محطة بتشتغل عن طريق الحرارة الناتجة من التفاعلات النووية. ولكن خلينا نفهم في الاساس ان احنا محتاجين كمية من الحرارة تكون مضافة للسيستم بتاعك، بحيث انها تحول السائل بتاع المية بتاعك من الحالة السائلة للحالة الغازية. الحالة الغازية هتدخل على التيرباين، هتلففها، هيلف معاها العمود بتاع الجنريتور، هيولد الكهرباء. بعد كده المية اللي هي كانت في الحالة الغازية بعد الخروج من التيرباين، انت طبعا محتاج انك ترجعها تاني عشان توفر طبعا التكاليف، لان المية البخار ده طبعا في كمية من الحرارة، وبالتالي انت مش عاوز ترمي كمية الحرارة دي، لا انت لازم تستفيد منها، لانك هتوفر في الكوست المدفوعة في السيستم ككل. فبنلجأ في النهاية لما نسميه بالكوندنسر او المكثف. وظيفة الكوندنسر ده ان هو بيسحب المية او بيسحب بخار المية الخارج من التيرباين وبيرجعه تاني لمية في الحالة السائلة، بحيث ان المية دي تدخل على الستيم جنريتور، في الحالة السائلة. الستيم جنريتور طبعا فيه كمية من الحرارة بتنضاف. بعد كده الستيم جنريتور هيولد حرارة، فالحرارة هتحول المية من الحالة السائلة للحالة الغازية، الحالة الغازية تدخل على التيرباين تولد كهرباء، وهكذا بتستمر الدورة. فزي ما قلنا كل محطات الطاقة اللي بتعتمد على ضغط البخار بتعمل بنفس النظام. الاختلاف الوحيد بيكون في مصدر الطاقة الحرارية اللي بتشتغل بيها المحطة او الستيم جنريتور بشكل خاص، وهو ده اللي بيفرق نوع محطة عن نوع تاني. فزي ما اتكلمنا وقلنا ان كل المحطات بتعمل بنفس النظام ونفس الاربع اساسيات: التربين، الكوندنسر، البامب، ورابعا هي الستيم جنريتور او المنطقة اللي بيتم فيها تحويل المية من الحالة السائلة للحالة الغازية. وزي ما قلنا برضو ان الاختلاف الاساسي ما بين نوع محطة والنوع التاني بيكون في الجزء ده. في انواع بتستعمل الوقود الحفري زي الفحم والغاز الطبيعي عشان تعمل انتاج الحرارة اللي بيعمل التحول ده، وفي انواع تانية بتستعمل الجيوثيرمال انرجي، وفي النوع اللي قدامنا هو اللي بيستعمل التفاعلات النووية للاقطاب داخل المفاعل النووي لتحويل المية من حالتها السائلة لحالتها الغازية. التفاعل النووي عامة هو انك بتجيب كمية من الوقود النووي وبتعمل تفاعل نووي، اما التفاعل ده هيكون انشطاري او يكون اندماجي، بحيث ان انت تطلع من العملية دي سواء الانشطار او الاندماج بكمية هائلة من درجات الحرارة.
كمية الحرارة دي ممكن درجة الحرارة في قلب المفاعل هنا عند الوقود النووي ممكن تعدي 2500 درجة مئوية، فبالتالي هو كم حراري رهيب كافي لأن هو يحول المية من الحالة السائلة للحالة الغازية عشان تدخل على التربين وتلفف الريش التربين وبالتالي تلفف العمود، والعمود هو عمود الجنريتور فبالتالي بيولد الكهرباء. فكل الاختلاف من المحطة اللي احنا شغالين معاها هي طريقة انتاج الطاقة الحرارية. هنا في المحطات النووية بيكون الوقود النووي هو المسؤول الأساسي عن عملية انتاج الحرارة، وطبعا بيفضل استخدام المياه في محطات الطاقة النووية لسبب رئيسي كمان بغض النظر عن عملية انتاج الطاقة او انتاج الستيم، وهو ان قلب المفاعل نفسه محتاج تبريد. زي ما قلنا ان درجة الحرارة الناتجة من التفاعلات النووية في قلب المفاعل هنا ممكن تعدي 2500 درجة مئوية، فبالتالي 2500 دي ده رقم كافي ان هو يصهر اي نوع من انواع المعادن اللي هتشيل الوقود النووي اللي بنتعامل معاه. فبالتالي لازم لقلب المفاعل دايما تبريد، والتبريد يكون مستمر عن طريق مية داخلة لقلب المفاعل تقلل درجة الحرارة بتاعته، وفي نفس الوقت نستغلها ان المية دي تتحول من الحالة السائلة للحالة الغازية. ومش كل المفاعلات النووية شغالة بنفس الشكل البسيط ده بس، لا، المفاعلات النووية هي أكتر حاجة لازم يكون عليها أمان على وجه الأرض، فلازم تشتغل more advanced أو بأنظمة تحكم وأنظمة أمان أعلى من السيستم اللي قدامنا ده. فحتى بيستغلوا في أفكار من أفكار الأمان عشان يطوروا على النموذج الأساسي أو الأربع أساسيات اللي قدامنا دي. فبنلاحظ هنا مثلا إن أنواع المفاعلات النووية هي أنواع كتيرة جدا، منها اللي بتستعمل في جزئية التبريد الجاز، ومش بس الجاز، لا، في أنواع كتيرة ومختلفة من الجاز أو من الغازات المختلفة. في فرق ما بين الإنتاج الروسي أو إنتاج الشرقي في المفاعلات والإنتاج الغربي. دايما في الغرب بيلجأوا إنهم يعملوا المفاعل واقف بالشكل اللي قدامنا ده، لكن في الشرق بتلاقي إن المفاعلات النووية أو قلب المفاعل بشكل خاص بيكون مايل بالشكل ده. فطبعا أيا يكن هو تبع الشرق أو تبع الغرب، هو في الأول وفي الآخر بينتج كمية من الطاقة الحرارية في قلب المفاعل، والطاقة الحرارية دي هي اللي بتعمل عملية تبخير للمية من الحالة السائلة للحالة الغازية. طبعا الأنواع مختلفة بأشكال كتيرة، وكل شكل أو كل نوع بيكون له فوائد أو بيكون له مميزات عن الأنواع الأخرى، ولكن اللي احنا هنركز عليه النهاردة هو البريشرايزد ووتر رياكتور باختصار البي دبليو ار، هو ده اللي هنبدأ نتكلم عنه دلوقتي باستفاضة. هو ده الشكل اللي قدامنا، عبارة عن نفس الأربع مكونات الأساسية: ستيم تربين، كوندنسر، والبمب. وطبعا عاوزين ستيم جنريتور عشان يعمل توليد للبخار اللي هيدخل للتربين. طيب هنا الستيم جنريتور ما بيتمش توليده مرة واحدة، بمعنى انك بتجيب قلب المفاعل والطاقة الحرارية الناتجة منه وتعمل لها عملية تبريد، يعني بتبرد قلب المفاعل عادي، ولكن بتستغل التبريد اللي قدامنا ده مش عشان تودي البخار بتاع المية للستيم، ولكن انت بتستغل الدورة دي في انها بس تعمل كبرايمري لوب او كعامل اساسي في عملية توليد الحرارة، ولكن المية دي مش هي اللي بتروح للستيم جنريتور عشان تشغله، لا خالص مش هي دي. وده طبعا من احد اهم المميزات للبريشرايزد ووتر رياكتور، هو انه ما بيستغلش المية اللي خلطة الاشعاع في قلب المفاعل ويبعتها للستيم تربين كنوع من انواع الامان، بحيث ان لو حصل اي تسريب في الخطوط الواصلة ما بين المفاعل وما بين الستيم تربين ما يحصلش فيها تسريب نووي، وبالتالي ما يحصلش فيها اي مشاكل بيئية او اضرار بشرية على المجتمع اللي حصل فيه التسريب، زي ما طبعا بنشوف في التسريبات النووية مثلا في هيروشيما وناجازاكي واوكرانيا ومناطق كتيرة جدا من العالم
حصلت فيها مشاكل نتيجة تسريبات نووية. فاحنا بنلجأ دايما ان احنا نبعد عن التسريبات دي ونتجه اكتر لجانب الامان. فمن اكتر جوانب الامان هو انك تعمل فصل ما بين المنطقة اللي بتعمل فيها توليد للحرارة اللي هي قلب مفاعل، والمنطقة التانية اللي هي بتاعت الستيم جنريتور. فهنا اتقسمت لجزئين، جزء بنسميه السكندري لوب، البرايمري لوب اللي هي الاساسي، اللي هي دورة المياه الأساسية اللي من خلالها بيتم تبريد قلب المفاعل، وبنتجه إن المياه الثانوية اللي هي ما بتكونش مخلطة للإشعاعات النووية هي اللي بتعدي وتروح للستيم تربايت. فبالتالي كل المفاعل النووي أو الشكل اللي قدامنا ده توليد الحرارة فيه أو عملية توليد الستيم فيه بتتم في المنطقة اللي بيحصل فيها التبادل الحراري في المنطقة دي. هي دي المنطقة اللي بتربط البرايمري لوب بالسكندري لوب، وهنا بيحصل التبادل الحراري ما بين المنطقة الأعلى في درجة الحرارة والمنطقة الأقل. فأنت بيبقى عندك مية سخنة جاية من قلب المفاعل درجة حرارتها عالية، ومية باردة جاية من الكوندنسر. فالمية السخنة بتبدأ تنقل حرارتها للمية الباردة اللي جاية من الكوندنسر، وبالتالي المية بتاعت الكوندنسر درجة حرارتها بتزيد لحد ما توصل لنقطة التبخير وفي النهاية تدخل على الستيم تربايت. فكل شغلنا النهاردة في البحث اللي قدامنا هيكون على المنطقة اللي بيحصل فيها التبادل الحراري، وهي المنطقة اللي بتربط البرايمري لوب والسكندري لوب. في أنواع كتيرة جدا من المناطق التبادل الحراري وأنواع كتيرة من المبادلات الحرارية، لكن اللي هنشتغل عليه النهاردة هو نوع بنسميه اليوتيوب ستيم جنريتور. واللي قدامنا ده هو الستيم جنريتور أو المبادل الحراري، اليوتيوب ستيم جنريتور اللي بيحصل فيه عملية التبادل الحراري من المنطقة ذات درجة الحرارة الأعلى والمنطقة ذات درجة الحرارة المنخفضة. تعال نوضح الكلام ده على الرسم. ده اليوتيوب ستيم جنريتور اللي بنتعامل معاه. نقطة واحد هي نقطة دخول البرايمري فلويد اللي هو المية السخنة اللي جاية من قلب المفاعل. المية السخنة بتدخل من هنا وبتبدأ تنتشر بشكل طولي. الشكل الطولي ده ما بتمشيش في المواسير الموضحة قدامنا، ولكن هي بتمشي خارج المواسير الموضحة بالشكل اللي قدامنا ده، وبالتالي المية بتبقى تتحرك خلال أو خارج المواسير بشكل أفقي وبعدين بشكل رأسي، بحيث إنها في النهاية تخرج من نقطة 3، وهي دي بتكون الراجع اللي هي هترجع لقلب المفاعل تاني عشان تبرد. فرق درجات الحرارة ما بين النقطتين دول بيكون في حدود 30 درجة، وهي دي جزئية البرايمري ريجون. ملخصها ان المية السخنة بتدخل وبتبدأ تنتشر حوالين المواسير لحد ما تخرج من الناحية التانية بعد ما تكون فقدت كمية من درجات الحرارة مقدرة ب 30 درجة مئوية كفرق في درجات الحرارة. طيب الفرق ده راح فين؟ اهم عامل رئيسي في عملية الفقد الحراري هو ان كمية الحرارة دي اتنقلت لحاجتين، اتنقلت للمواسير اللي بيسري حواليها المية السخنة، واللي هي بدورها بدأت تنقل الحرارة دي لجزئية المية الباردة اللي هي سكندري لوب. سكندري لوب بقى بتدخل ايه، او النظام بتاعها شغال ازاي؟ سكندري لوب دايما بتدخل من فوق، بحيث انها تدخل وبتبدأ تتعمل تنزل، وبتبدأ بعد كده ان السكندري لوب دي تنزل من المنطقة العليا، وطبعا بتكون درجة حرارتها باردة، تبدأ تمشي بالمنظر اللي قدامنا ده لحد ما تطلع في النهاية بالشكل اللي قدامنا. طبعا تنزل من الجهتين لحد ما تتجمع في النهاية فوق. طبعا أثناء مرور المية الباردة في داخل المواسير اللي قدامنا موضحة بالأسهم دي، تبدأ تكتسب حرارة من البرايمري فلويد، ودرجة حرارة المية الباردة دي هي اللي بتزيد لحد ما توصل للمنطقة حوالي تلتين اليوتيوب ستيم جنريتور اللي هي تقريبا هنا، وبتبدأ عملية التبخير انها تتم، وتتحول المية من الحالة السائلة للحالة الغازية.
فبالتالي بتلاقي المية كانت داخلة سائلة، وبعد المرور في الأجزاء دي كلها وصلت في تلتين المسافة لأنها خلاص بقت أغلبها بخار، خلاص وصلت إن بدأ يحصل فيها عملية التبخير وبدأت المية إنها تغلي. فبالتالي في المنطقة من هنا لهنا كل دي هي منطقة ميكستشر ما بين المية وما بين البخار، لحد ما توصل في النهاية لما نسميه بالدراير اللي هو هيفصل المية عن الغازات، والغازات طبعا بيوديها للتربين، أما السوائل بيرجع تاني يرجعها للجزئية بتاعة الداخل، بيرجعها تاني للماسورة أو البايب اللي جاية من الكوندنسر، ويعمل خلط ما بين المية بتاعة اليوتيوب والمية بتاعة اللي جاية من التربين، ويعمل الخلط ده وتبدأ نفس العملية تاني. فملخص الموضوع ككل هو إن بيكون في مية سخنة داخلة اللي هي بتاعة البرايمري لوب، والمية السخنة دي بتمشي حوالين المواسير بحيث إنها تسخن المواسير، وتاني حاجة المواسير تنقل الحرارة بتاعة المية السخنة دي للسكندري لوب. السكندري لوب بتبدأ من هنا كمية من المية جاية من التربينة، بعد ما عملت عملية إدارة التربينة بترجع المية بالشكل ده تتحرك من تحت لفوق لحد ما يبدأ عملية التبخير في تلتين المسافة. بعد المنطقة دي بيبدأ عملية البويلينج، يعني المية بتبقى خليط ما بين السائل والغاز لحد ما توصل للمنطقة دي. هنا بيتم فصل المية عن البخار، البخار بيروح للتربين، أما المية بتروح للمدخل تاني وتختلط مع المية اللي راجعة وتبدأ نفس الدورة تاني. وبالشكل ده يبقى احنا عملنا أول خطوة في عملية إنك تحدد الموديل الصحيح اللي هتشتغل بيه، وهي زي ما قلنا هي انك تفهم آلية عمل المنظومة اللي انت هتشتغل عليها. تاني حاجة قلنا انك لازم تقسم النظام اللي بتشتغل معاه لمجموعات بحيث انك تقدر تحول النظام ده كله لمعادلات رياضية، من خلال المعادلات الرياضية تقدر تحصل على العوامل الأساسية اللي بتتعامل معاها، وتبدأ تشوف تغير العوامل دي هيأثر ازاي وتبدأ تتحكم فيها. فتعالى دلوقتي نفهم تاني خطوة هي عملية التقسيم. تقسيم السيستم دايما بيكون على أساس إنك توجد القيم اللي عاوز تحسبها، فطالما عايز تحسب حراريات فلازم تقسم السيستم بناء على درجات الحرارة المختلفة زي ما اتكلمنا في الأول. وطالما هتشتغل نظام حراري فأنت دايما محتاج إنك تحط في دماغك قانونين أساسيين، أول قانون هو قانون حفظ الكتلة، وتاني قانون هو قانون حفظ الطاقة. قانون حفظ الكتلة بيقول إن كمية الكتلة اللي دخلت لأي سيستم لازم هي هياها كمية الكتلة اللي هتخرج منه، أما قانون حفظ الطاقة فبيقول لك إن كمية الحرارة اللي دخلت لأي سيستم هي هياها لازم هتساوي كمية الحرارة اللي خرجت، هي كمية الحرارة اللي خرجت من نفس السيستم، ولو في كمية طاقة مخزنة داخل السيستم بتاخدها في اعتبارك. كذلك الحال في قانون حفظ الكتلة، لو في كتلة تم تخزينها داخل المنظومة بتاعتك بتكون مضافة للكتلة اللي خارجة من السيستم، بحيث ان يحصل تبادل، بحيث ان يحصل اتزان سواء كتلي او اتزان طاقوي في الكتلة والطاقة في السيستم بتاعك. فلازم تطبق القانونين على كل جزء من الستيم جنريتور، وده اللي هنبدأ نعمله دلوقتي، وهيتم تطبيقهم بالصيغة التفاضلية أو الديفرنشال فورم عند كل نقطة أو كل تقسيمة أو كل جزء من الأجزاء بتاعة اليوتيوب ستيم جنريتور. وبالتالي لما هنيجي نقسم الستيم جنريتور الخاص بينا هتلاقي إن احنا ممكن نقسمه لأربع أجزاء رئيسية. أول جزء هو البرايمري ريجون، وهو المنطقة اللي بيدخل فيها المية اللي هي أقصى الشمال، والمنطقة اللي بيخرج منها المية اللي هي بتاعت قلب المفاعل. فبالتالي البرايمري ريجون هي الجزئية دي، مية داخلة وبيحصل لها عملية تبادلات حرارية لحد ما تخرج. البرايمري ريجون نفسها تقدر تقسمها لجزئين، جزء في عملية الصعود وجزء في عملية الهبوط. تاني منطقة هي السكندري ريجون، وهي المنطقة اللي بيحصل فيها
ان الميه البارده بتكتسب حراره، والحراره دي بتوصل لحد ما تسخن الميه وتعمل لها عمليه تبخير، والبخار الميه هو اللي بيروح للتربين. المنطقه دي لما تيجي تقسمها بتقدر تقسمها برضو لجزئين، جزء في حاله الصعود وجزء في حاله الهبوط. والفايده الاساسيه من التقسيم هو انك توجد درجات الحرارة اللي عند كل مرحلة سواء صعودا أو هبوطا، التأثيرات بتاعت درجات الحرارة دي إيه، وتأثيرات درجة الحرارة زي ما قلنا بتأثر في الضغط وبتأثر في الكواليتي اللي هي كمية البخار الناتج من العملية على كمية المية السائلة، بتأثر على طول المواسير، بتأثر على كل العوامل تقريبا اللي بنتعامل معاها. فطبعا لازم نتعامل مع درجات الحرارة بشكل كامل عند كل مرحلة. تالت منطقة هي الميتال تيوب نفسها اللي بيمشي داخلها المية اللي جاية من التربين، وخارجها المية اللي جاية من قلب المفاعل. فطبعا بنقدر نقسمها برضو لجزئين، جزء في حالة الصعود وجزء في حالة الهبوط. دول 3 أجزاء رئيسية مضاف ليهم جزء رابع. الجزء الرابع بيتكلم على المرحلة أو الستيم دراير اللي بيتم خلاله فصل البخار المية المتجه للتربين عن المية السائلة المحددة بليفل بالشكل ده. وطبعا الليفل ده مهمته ان هو يعمل اتزان داخل الجزئية العليا دي، وبنسميها الدرم، بحيث ان الفصل ما بين درجات الحرارة وكميات الموائع المختلفة سواء الغازية بيفصلها والسائلة بيرجعها تاني للمية اللي داخلة، بحيث ان هو يعمل تبادل حراري وتستمر العملية. فتعال نشوف كل منطقة من دول بيتم عليها عملية التبادل الحراري ازاي، وازاي بنطبق قانون حفظ الطاقة وقانون حفظ الكتلة على كل نقطة فيهم. ممكن قانون حفظ الكتلة بنسميه الكونتينيويتي ايكويشن او معادلة الاستمرارية. معادلة الاستمرارية زي ما قلنا لازم اي كتلة دخلت للسيستم بتاعنا هي هياها نفس الكتلة اللي هتخرج من السيستم. فبالتالي نقدر نقول ان الام ان لازم هتساوي الام اوت. ده هو قانون حفظ الكتلة، استعمله في الغالب في عملية الاتزان الحراري بالاضافة الى قانون حفظ الطاقة. ولما نيجي نشتغل، ومش هنشتغل بالصيغ المجردة سواء في حفظ الكتلة أو في حفظ الطاقة، ولكن احنا هنشتغل بالصورة الديفرنشال، بحيث ان الصورة الديفرنشال بتوضح لنا التغير في درجات الحرارة مع الوقت، وهو ده طبعا المطلوب بالنسبة لنا. فتعالى نشوف أول مرحلة وهي مرحلة البرايمري ريجون في حالة الصعود. فتعالى نتكلم دلوقتي عن قانون حفظ الطاقة. قانون حفظ الطاقة لما هنيجي نتكلم عنه هنقول ان احنا عندنا سيستم، السيستم ده كأساس ان هو بيدخل له كمية من الحرارة عن طريق فلويد داخل السيستم، فكمية الحرارة اللي داخلة دي بنرمز لها بالرمز QN، وبالتالي الكمية الحرارة اللي دخلت لازم هتخرج، فبالتالي بيخرج كمية Q out من السيستم اللي عندنا. طيب هل كمية الحرارة اللي دخلت هي هيها نفس الكمية اللي خرجت؟ في الحقيقة لأ. لأ ليه؟ لأ، لأن الجسم أو السيستم اللي عندنا بيحتفظ بكمية من الحرارة داخله ناتجة عن وجود الـ QN اللي داخلة دي بتأثر على السيستم نفسه، فبالتالي السيستم بيحتفظ بكمية من الحرارة بنسميها الـ Q stored أو كمية الحرارة المخزنة داخل السيستم. وبالتالي لو جينا نعمل اتزان حراري ما بين الطاقات اللي دخلت للسيستم واللي خرجت منه، هنلاقي ان مجموع الطاقات اللي دخلت للسيستم لازم هتساوي مجموع الطاقات اللي خرجت من السيستم زائد مجموع الطاقات المحفوظة داخل السيستم. وبالتالي يبقى هي دي معادلة الاتزان الحراري اللي بنتعامل معاها في شغلنا. تعال نشوف السيستم بتاعنا بيقول ايه، وهنشوف ازاي نطبق عليه المعادلة دي. فتعال نطبق الكلام اللي قلناه على البرايمري ريجون، ونشوف ازاي هنطبق القانون الاول للديناميكا الحرارية او قانون حفظ الطاقة على البرايمري ريجون. في الاساس بتلاقي ان القانون بيقول ان مجموع الطاقات اللي داخلة للسيستم لازم هتساوي مجموع الطاقات اللي خرجت منه مضاف اليها كمية الحرارات او الطاقات اللي السيستم احتفظ بيها.
طيب كمية الطاقات دي لو أنا أحب أعبر عنها بصيغة رياضية، هلجأ دايما للأنالوجس أو إن أنا أمثلها بشكل لدايرة كهربية عشان أبدأ أفهمها. فالدايرة الكهربية اللي تمثل حاجة زي دي معناها إن أنا عندي كمية من الحرارة، كمية الحرارة دي بتسري في دايرة، وبالتالي الدايرة دي هي السيستم اللي أنا بتعامل معاه. سريان كمية الحرارة دي لازم يكون في فرق في درجات الحرارة، فبالتالي عندي temperature difference ما بين temperature 1 و temperature 2، وبالتالي السيستم بيبدأ يحتفظ بالحرارة في شكل capacity. فكرة الكباسيتي دي معناها إنها مقدار الحرارة المخزنة في المائع، وبالتالي كمية الحرارة المخزنة في المائع اتنقلت للسيستم، وبالتالي السيستم احتفظ بيها. فبالتالي القيمة الحرارية المعبرة عنها هي الـ specific heat. الـ specific heat كنا اتكلمنا عليها في كورس الثيرموداينامكس، ممكن نرجع ونفتكر المفهوم بتاع الـ specific heat ده معناه ايه، وهو ترجمته للغة العربية معناه الحرارة النوعية للكيلو جرام الواحد. فبالتالي الكاباسيتنس أو مقدار الاحتفاظية بتاعة السيستم هي سي كابيتال بتساوي السي سمول اللي هي السبيسيفيك هيت مضروبة في الكتلة الكلية للمائع اللي بيتحرك. فبالتالي الكاباسيتنس بتساوي السي مضروبة في الام، السي هي السبيسيفيك هيت، الام هي الكتلة بتاعة المائع المتحرك. فتعال ناخد المفهوم ده ونطبقه على البريمري ريجون. فبالتالي كمية الحرارة اللي داخلة للسيستم ما هي اللي حاصل ضرب الام دوت في السي بي دلتا تي، ودي قانون اساسي معروف في الثيرموداينامكس ان كمية الحرارة لأي سيستم انا عاوز اعرفه لازم بتكون حاصل ضرب الام دوت، او اللي هنرمز لها هنا برمز الدبليو ودبليو بي، لان هي دي كمية المائع اللي داخلة في البرايمري ريجون، والسي بي اللي هي حالة السبيسيفيك هيت في حالة ثبوت الضغط مضروبة في التمبريتشر اللي داخل بيه المائع اللي هو في الحالة دي تي برايمري انيشيال، ودي هي قيمة الكيو ان. اما في حالة الكيو اوت، فالكيو اوت هنا ليها مخرجين، مخرج رايح للمرحلة التانية ومخرج رايح بيغذي كمية الحرارة بتاعت جدران اليوتيوب اللي بنتعامل معاها. فبالتالي هنا عندنا جزئين بيتم فيهم استخراج الحرارة من السيستم بتاعنا اللي هم بيعبروا عن جزئية الكيو اوت. الجزئين، اول جزء اللي هو ده طبعا برضو بما انه حرارة فهيبقى بيتعامل ان هو ام دوت سي بي في التي اللي خارجة من المفاعل بتاعنا او من الجزء البرايمري اللي هي تي برايمري واحد، زائد كمية الحرارة المنتقلة بالحمل والإشعاع والتوصيل من الجزئية بتاعت البرايمري للجدار بتاع اللي بيحتوي السكندري للجدار اللي بيحتوي المائع التاني. فبالتالي هنا في جزئية انتقال الحرارة بنبدأ نعبر عنها انها U في الـ A في دلتا الـ T او دلتا الـ temperature او temperature difference ما بين درجات الحرارة بتاعت الجدار ودرجة الحرارة بتاعة السيستم الحراري اللي بيسري خلال المائع اللي بنتعامل معاه. فبالتالي الـ Q out أو الجزئية المنتقلة دي نقدر نعبر عنها إنها حاصل ضرب الـ overall heat transfer coefficient اللي هو الـ U مضروب في مساحة المقطع الملاصقة ما بين جدار المائع اللي الملاصقة لجدار اللي بينتقل إليه الحرارة اللي هو بتاع المعدن، وكمية المائع اللي بيسري ملاصق للجدار ده، هي دي الـ A وهي دي الـ U مضروبين في الـ temperature difference أو فرق درجات الحرارة ما بين الجدار، درجة حرارة الجدار اللي هي T metal واحد ودرجة الحرارة بتاع المائع اللي هو T primary واحد. فبالتالي درجة temperature difference هي حاصل طرح T primary واحد ناقص T metal واحد. طبعا ال primary درجة حرارته بتبقى أعلى، فبالتالي بنحطه في الأول عشان المعادلة بتاعتنا تكون مظبوطة. آخر حاجة هي ال Q stored، واتفقنا إن ال Q stored هي حاصل ضرب ال C في ال M. وفي حالة ال Q stored فبالتالي هي زي ما اتفقنا هي حاصل ضرب السي في الام، والسي هي طبعا سي بي،
والام هي الكتلة المخزنة داخل الحيز اللي احنا بنتعامل معاه، وبالتالي تبقى حاصل ضرب سي بي في الام مضروبة في التمبريتشر اللي بتتغير خلال الوقت اللي بنتعامل معاه، فبنرمز لها بالرمز تي دوت. تي دوت اللي هي التفاضل الاول للتمبريتشر بالنسبة للتايم، فبالتالي التي دوت هنرمز ليها بالرمز، او هي بنختصرها انها التفاضل بتاع التمبريتشر بالنسبة للتايم، او معدل التغير الحراري، او معدل تغير درجة الحرارة بالنسبة للوقت. فنبقى هي دي المعادلة الأساسية اللي بنتعامل معاها: كمية حرارة دخلت للسيستم، كمية حرارة خرجت من السيستم، وكمية حرارة تم الاحتفاظ بيها داخل السيستم. تعال نرتب المعادلة بتاعتنا ونختصرها بشكل كبير، لأننا في الأول وفي الآخر عاوزين المعدل بتاع تغير درجة الحرارة بالنسبة للوقت بيساوي كام. فتعال ناخد الترم اللي هو تي دوت على جنب لوحده، فبالتالي هنقسم المعادلة كلها على سي بي في الام، فلما نقسمها هتكون دبليو سي بي تي بي اي على الام في السي بي، وطبعا هنودي الترمين دول الناحية التانية بعكس الإشارة، فهيبقى عندنا دبليو سي بي تي بي واحد مقسومة على الام في السي بي ناقص يو اي على ام سي بي مضروبة في تي بي واحد ماينس تي ام واحد. وهي دي المعادلة الأساسية اللي بنتعامل معاها. تعال نختصرها ونهذب شكلها بشكل أفضل، فبالتالي هتبقى تي دوت هتساوي ال W على ال M، وال CP هتروح مع على ال CP، فبالتالي هتبقى هنا W على M مضروبة في ال TPI ماينس TB واحد هنا وفي TB واحد هنا، فممكن ناخدها عامل مشترك، وبالتالي WCP CP مع CP هيبقى W على M، وهنا هيبقى عندنا ماينس، وخدنا الماينس عامل مشترك، فهتبقى بلس يو اي على ام سي بي، وهيتبقى عندنا في المعادله اللي هي ماينس في ماينس بوزيتيف يو اي على ام سي بي مضروبه في تي ميتال 1. وهي دي المعادله اللي بنتعامل معاها في شغلنا. هتلاقي ان هو بدا يسمي كل نقطه باسم، هتلاقي انه بدأ ياخد كل معامل من دول ويحطه بشكل coefficient، بحيث ان هو يقدر يتعامل مع الcoefficient ده في برنامج الماتلاب، ويقدر في النهاية انه يوصل للتغير في درجات الحرارة مع مرور الوقت، اعتمادا على المتغيرات الكتيرة او 9 متغيرات اللي هيبدأ يتناقش معاهم في كل مرحلة من المراحل اللي هنتعامل معاها. دي كانت البرايمري ريجون، بالتماثل ممكن نجيب السكندري ريجون، وممكن نجيب كل مرحلة من مراحل اليوتيوب اللي بنتعامل معها. فخلينا ناخد مثال كمان، وبالمثل ممكن تطبق نفس المعادلات ونفس الشكل ونفس التفاعلات على كل المعادلات الموجودة بنفس الشكل. تعال نشوف في المثال التاني اللي هو بيتكلم على البرايمري ريجون الجزئية التانية. الجزئية التانية دي طبعا اللي بتستقبل الحرارة اللي خرجت من الجزئية الأولى، فهي حاصل ضرب التي برايمري في كمية المية أو كمية السائل المار خلال وحدة الزمن، وبيخرج منها نفس الكمية ولكن بدرجة حرارة مختلفة تي برايمري أوت، وطبعا بيخرج منها برضو كمية من الحرارة بتغذي الجدار المعدني المحيط بها. فبالتالي هنا لما نيجي نطبق كمية الحرارة اللي داخلة، مجموع كميات الحرارة اللي داخلة لازم هتساوي مجموع كميات الحرارة اللي خارجة زائد كمية الحرارة المخزنة داخل السيستم. فبالتالي كمية الحرارة اللي داخلة هي حاصل ضرب ال W، أو ال W طبعا اتفقنا اللي هي معدل مرور المائع خلال وحدة الزمن مضروب في ال CP مضروب في ال T اللي دخلت بيها اللي هي T primary 1.
هتساوي مجموع كمية الحرارة اللي خرجت، اللي هي حاجتين، الجزء ده والجزء ده. كمية الحرارة اللي خرجت اللي هي الـ m dot بتاعت الـ primary في الـ temperature بتاعت اللي خرج اللي هو Tp out مضروب في الـ Cp، زائد مجموعة الطاقات اللي خرجت من المائع للجدار ده عن طريق الحمل والإشعاع والتوصيل. فبالتالي كمية الحرارة دي هتساوي الحاصل ضرب اليو، الـ overall heat transfer coefficient في الـ area ما بين المائع ده وما بين الجدار، مضروب في الـ temperature difference اللي هو طبعا T primary 2 مطروح من الـ Tm، طبعا Tm 2 كمان. ودي هي الـ Q out. أما الـ Q stored فاتفقنا إن هي حاصل ضرب الـ M في الـ Cp في الـ temperature المخزنة داخل المائع نفسه، وهي في الحالة دي T primary 2. طيب فهنا هتبقى T primary 2، ولكن ما تنساش انها بالT dot لان احنا بنتعامل هنا مع معدل زمني، فبالتالي الـ Q stored لازم تكون بتختلف بالوقت، ومن وقت للتاني طبعا لازم هنوجد المعدل بتاع التغير ده ونشوف التغيرات بتاعت التمبريتشر بتكون قد ايه. فتعالى زي ما قلنا اننا ناخد المعدل الزمني ده في طرف لوحده، فبالتالي الT dot هتساوي لما نقسم المعادلة كلها على الـ MCP هيتبقى عندنا هنا W على M مضروبة في T primary 1 ناقص، طبعا لأننا هننقل الطرفين دول للناحية التانية بإشارة سالبة، فهيبقى عندنا الجزئية دي هتبقى W primary على الـ M مضروبة في T primary out زائد أو ناقص لأننا هتنقلت للناحية التانية U في الـ A على الـ M في الـ CP مضروب في الـ temperature difference ما بين B 2 والـ temperature difference ما بين الميتال 2. وهي دي المعادلة اللي احنا هنتعامل معاها، بس تعالى نهذب شكلها شوية. فبالتالي الـ T dot أو الـ temperature gradient هيساوي في أي حاجة فيها primary واحد لأ، فبالتالي هتبقى W على الـ M مضروبة في تي بي واحد ماينس، هنا في تي بي نود، هنا مفيش تي بي نود، ولكن لا تنسى ان التي بي نود نفسها هيها تي بي اتنين لان كمية الحرارة دي خارجة من نفس النظام، فبالتالي نقدر نعبر عن تي بي نود انها هيها تي بي اتنين، وبالتالي نقدر ناخد التي بي اتنين عامل مشترك، فبالتالي هنا هيبقى دبليو على الام ماينس، والماينس طبعا خدناه بره عامل مشترك، فهيبقى U في الـ A على الـ M في الـ CP مضروبين في T primary 2. وهيبقى عندنا في الآخر الجزئية دي سالب في سالب بموجب U A M CP مضروب في الـ T metal 2. وزي ما عملنا ان احنا هنبدأ ناخد المعاملات بتاعة درجات الحرارة عشان هي دي اللي هنبدأ نتعامل معاها في برنامج الماتلاب كشغل لينا. فبالتالي المعاملات دي هتبدأ تكون بالشكل اللي قدامنا ده، A1 A21 و A22 و A24، بحيث اننا نقدر نحطها في الماتريكس فورم ونقدر نتعامل على برنامج الماتلاب باستخدام المعاملات دي. زي ما شفنا هو اننا نقدر دلوقتي نطبق نفس الفكرة على كل النقط الموجودة في السيستم بتاعنا، ونقدر نوجد منها تغيرات أو العلاقة اللي بتربط التغير في درجات الحرارة مع الوقت مع المعاملات الأساسية اللي بتأثر في عملية التغير بتاع التمبريتشر مع التايم. زي ما هنا شرحنا كل الأجزاء دي، نفس المفهوم هتلاقيه في كل المواضيع بشكل واحد. يمكن بس هنا في الـ secondary fluid region لما بتيجي تتعامل مع تغيرات في المية بتكتسب حرارة، دايما بتلجأ مش لدرجة الحرارة ولكن انت بتلجأ لانك تعمل التفاضل للـ HS. فكرة الـ HS دي هي بنسميها الانثالبي، والانثالبي ما هي الا حاصل جمع سرعة الفلويد مع الـ internal energy بتاعة الفلويد، او الانثالبي بتساوي السي بي في دلتا التي.
فبالتالي ال H هي معبر أساسي برضو عن التمبريتشر الموجودة في السيستم بتاعك. فأنت برضو تقدر إنك تكتب المعادلة بنفس الشكل وتحدد الطاقات اللي داخل السيستم والطاقات اللي خارجة منه، وهو ده نفس الشكل اللي بنتعامل معاه. في بس شوية auxiliary equation يعني معادلات، يعني معادلات مساعدة. طبعا المعادلات دي ناتجة عن استنتاجات رياضية وبحثية كتير، هدفها الأساسي هو إنها تفسر إن الرو مثلا اللي هي الكثافة بتاعة الجزء السكندري تكون خليط ما بين الرو بتاعة الفلويد اللي هو الرو أو الكثافة بتاعة المية في الحالة السائلة والمية في الحالة الغازية، وكمان بيكون الكواليتي مضافة، فبيعمل خليط أو بيحاول يعمل معادلة تربط كل العوامل المؤثرة في حالة تأثير على الكثافة ويربطها كلها في معادلة واحدة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كذلك الانثالبي، وكذلك الانثالبي في حالة الخروج، وكذلك التمبريتشر بتاعت الستيم نفسها أو السكندري سيستم بشكل خاص. في حالة الأبر تانك أو التانك العلوي اللي بيحصل فيه الفصل ما بين الغاز وما بين السائل، هو طبعا برضو بتطبق نفس المعادلات، هتطبق قانون حفظ الكتلة وهتطبق قانون حفظ الطاقة، وهو هو نفس العمليات كلها. يمكن الاختلاف الوحيد هي في الجزئية بتاعت 1-XE. 1-XE دي بتعبر عن السائل لما بتيجي تدرسه، فبالتالي انت بتحدد الكتلة اللي خرجت من السيستم في حالة الغاز وبنسميها الاكس او الكواليتي، وبالتالي الكتلة بتاعت المية بنسميها 1-X. ودايما الاكس بتكون هي نسبة مئوية، فبالتالي النسبة المئوية لازم تكون اكبر من الصفر واقل من الواحد الصحيح، فبالتالي الاكس دي بتكون عدد عشري، بيوضح لك قد ايه كمية الستيم اللي تم انتاجه وقد ايه كمية المية اللي ما تمش انتاجها او فضلت مية في حالتها السائلة زي ما هي. وبالتالي لازم تفصل المعادلات بتاعة الستيم والمعادلات بتاعة الووتر وترجع تفصل كل حاجة عشان كل نوع منهم له درجة حرارة مختلفة، له بريشر مختلف، له تمبريتشر مختلفة، له كثافة مختلفة وهكذا. وكل العوامل دي طبعا انت محتاج تدرسها عشان تدرس الفكرة كلها او تدرس العوامل الاساسية كلها بشكل تام. وبالتالي لما تيجي هنا تشتغل هتلاقي نفس المنظومة كلها، سواء وانت بتطبق الكونتينيوتي ايكويشن او وانت شغال عادي في الشغل بتاعك. حاجة مثلا زي الرو ار، الرو طبعا هي الكثافة، هي في الحالة بتاعتنا لازم تكون الكثافة بتاعت ال اف جي اللي هي الخليط ما بين الفلويد والخليط ما بين الجاز، ودي معادلة أساسية في الثيرموداينامكس برضو بتربط السبيسيفيك فوليوم بالكثافة بتاعت المائع اللي بنتعامل معاه. ولما تيجي تطبق الكونتينيوتي ايكويشن بتطلع في النهاية بالشكل ده. طبعا طالما احنا بنشتغل للووتر فلازم نحط 1-X او 1-Quality، وتشتغل نفس الموضوع بشكل تام. في هنا مثلا بيحاول يزود تفاصيل المعادلة، فالكتلة بتاعت المية نفسها بيفصلها لان المية بتسري خلال انبوبة، فالانبوبة طبعا المية داخلها او الكتلة المية هي حاصل ضرب الكثافة في طول المية في الاريا اللي بتشغلها او مساحة المقطع اللي بيمر فيها المية، فبالتالي الاي في ال هي الفوليوم والرو هي الكثافة، ففي الرو في الفوليوم تدي الكتلة. ولما تيجي تطبق قانون حفظ الطاقة بيطلع طبعا بالشكل اللي قدامنا ده. طبعا المعادلة كبيرة بشكل كبير، لما تيجي توصل لاخر مرحلة طول ما انت شغال بتلاقي نفس المعادلات بنفس الشكل، تقدر تعوض فيها وتوصل للشكل الاساسي اللي انت عاوزه. هنا مثلا فصل السي بي في تي بدل الاتش زي ما اتكلمنا قبل كده، فانت ممكن يا اما تتعامل مع ام سي دلتا تي في الجزئية دي التفاضلية، او تتعامل مع ام في الاتش اس او الام في الاتش بتاعت او الام في الانثالبي اللي انت بتتعامل معاها،
وتشوف هل التغير بتاعك عاوز تخليه في الانثالبي ولا تخليه كمعادلة أو كدالة في التمبريتشر. طيب آخر حاجة هنا في المعادلات هي الجزئية الخاصة بالسكندري فلويد. طبعا جزئية السكندري فلويد هي أطول أو أكبر جزئية، لأن أنت بتتعامل مع سائل، السائل ده بتخلطه الأول بكمية من المية السخنة في الدرم، وتدخل السائل ده مجموعا على اليوتيوب ستيم جنريتور، فبالتالي لما تيجي تطبق عليه تشتغل عليه نفس الشغل بتاعنا، هتلاقي ان المعادلات فيه بتكبر بشكل كبير جدا. من كبر المعادلات بتلاقي ان هو بدأ يجمع معادلات مع بعض وبيحطها بالرمز CDFR 3 وCDFR 2، بيبدأ يفسر لك CDFR بتساوي ايه وCDFR 3 بتساوي ايه. وطبعا في معادلات اكبر بتلاقيه ان هو بدأ يجمع CDFR 3 و2 مع بعض ويحطها في رقم 4، ورقم 4 برضو بيكون مع رقم 5، فبالتالي المعادلات هنا بتكون كبيرة بشكل كبير جدا، يصعب ان احنا نتكلم فيها، لان طبعا كلها شغل رياضيات، احنا هنا ما بنعملش اي حاجة غير ان احنا بنطبق برضو المعادلتين وبنجمع العوامل دي مع بعض بحيث انها تطلع لنا في شكل يوصف الكوفيشنت الاساسية اللي بنتعامل معاها في المعادلات بتاعتنا. وفي النهاية انت بتحاول تجمع بقى الخواص بتاعت المية السخنة او السكندري لوب مع البرايمري لوب، وتحاول تجمعهم كلهم في معادلات واحدة، وتربط المعادلات دي بالتغير في الضغط والتغير في الكواليتي، وتشوف العوامل بتاعتك بعد ما هتجمعها كلها بالشكل اللي قدامنا ده. فزي ما انت شايف هنا مثلا بدأ يجمع معادلات مع بعضها وبيسميها برموز تانية بحيث انه يسهل عليه التعامل. فهو الموضوع هنا صعب شويتين ان انت تتعامل رياضيات من النوع ده بايدك. فيفضل دايما ان برنامج الماتلاب اللي هتشتغل عليه دايما بتجهز البرنامج بتاعك بحيث انه هو يتعامل بسهولة اكتر مع المعادلات دي بنتعامل معاها. وفي النهاية بتبدأ تجمع المعادلات الاساسية وبتحطها طبعا في الصيغة بتاعت الايكويشن العامة اللي هنشتغل بيها في الماتريكس 4. تبدأ تشوف التو ماتريكس بتوعك اللي هتشتغل بيهم، الماتريكس بتاعت العوامل والماتريكس بتاعت الفيكتور، طبعا الاثنين بيدخلوا على الماتلاب عشان تبدأ تحدد التغيرات اللي بتحصل، وتبدأ تشوف انت عايز ايه منتج من البرنامج بتاعك وتحصل عليه. وفي النهاية احنا بنعمل كل ده مش عشان اننا نسيب السيستم شغال لوحده، لا، احنا لازم طالما هنتعامل مع حراريات او هنتعامل مع اي سيستم حتى بصورة عامة، فاحنا المفروض اننا نحط نظام تحكم كامل من خلاله اننا نقدر نتحكم امتى نشغل، امتى نوقف، امتى نزود الحمل، امتى نقلل الحمل، امتى نحتاج اننا نستعمل نظام التحكم ده في حالة الشوت داون، ايه هي البروسيجر او الاجراءات المطلوبة عند عملية الاغلاق او حتى عند عملية الفتح. حتى في عملية الفتح والإغلاق بالذات بيكون في كمية عوامل أو كمية أنظمة تحكم لازم تكون شغالة وبكفاءة، نظرا لأن بيكون في مشكلتين أساسيتين موجودة في أي نظام على العموم. الظاهرتين هم ظاهرة بنسميها السويل أو الانتشار، وظاهرة تانية بنسميها الترينج أو الانكماش. ظاهرة الانتشار دي معناها إيه؟ معناها ان هي زيادة معدل البخار المتجه للتوربينة. يعني ايه؟ يعني انت كنت محتاج حمل في البداية، مثلا بداية تشغيل التوربينة انت بتحتاج انك تزود الحمل تدريجيا، وبالتالي بتتجه انك تزود معدل البخار المتجه للتوربينة تدريجيا عشان يدي لك كمية من الاحمال متناسبة مع كمية الطاقة اللي انت عايز تنتجها. لان ما ينفعش طبعا انك اول ما تبدا تشغل التربينه مثلا او تشغل محطه انك تشغلها على اعلى قيمه ممكن تشتغل عليها، والا في المرحله دي بتخسر التربينه كلها وبيحصل لها ما نسميه بتريب او اغلاق ذاتي من نظام التحكم او نظام الكنترول الموجود عليها عشان يحفظها من المشاكل اللي بتكون مواجهاها، او انها ممكن يبقى عندها اوفر سبيد فتعمل لك مشاكل كبيرة جدا. وكنا اتكلمنا عن الجزئية دي في عمليات التربينة في المحطات الغازية. لكن خلينا نركز على جزئية السويل والشرينك. فالسويل
زي ما قلنا في حالة التشغيل بيكون انت مطلوب منك زيادة في معدل البخار تدريجيا، وبالتالي ده بيؤدي لنقص الضغط في الجزئية بتاعة الدرم، وبالتالي طالما الضغط هنا قل بينتج عنه زيادة في مستوى المية بتاع الدرم، فلما هيحصل فيه زيادة في مستوى المية ده هينتج لك ان ممكن المية كلها توصل لأعلى منطقة هنا، خلينا نوضح هنا، وبالتالي يحصل مشاكل في عملية فصل البخار عن عملية فصل المية، وبالتالي مش هيبقى فيه فصل بشكل سليم والعملية كلها مش هتمشي صح، لأن هنا الفصل برضو بيتم عن طريق صدداته، بيتم عن طريق فصل ميكانيكي بحيث انه يفصل البخار عن السائل. اما في حالة الانكماش فهو عكس اللي بيحصل، بيحصل لما تيجي تقفل المحبس او تقلل تدريجيا معدل مرور البخار المتجه للتربينة، فبيحصل عكس اللي حصل تماما، وده طبعا بيؤدي برضو لمشاكل سواء في نقص كمية الفلويد او السائل الموجود في الدرم، فبالتالي برضو بنسبة الخلط ما بين السائل اللي داخل والفيد ووتر بتكون نسبة غير متوازنة، فبالتالي كمية التبريد أو كمية التبخير في اليوتيوب بتكون غير منتظمة، وده بيؤدي لك لمشاكل. فطبعا طالما وجدت المشاكل لازم نوجد لها نظام تحكم يمنع المشاكل دي، فاحنا بنعمل الكنترولر اللي معانا عشان الظاهرتين دول بشكل أساسي، وبنبدأ بعد كده نطور عليهم بأنظمة تانية بحيث لو في مشاكل أخرى نقدر نحلها. احنا هنا في نظام التحكم بتاعنا هنشتغل بالبي اي كنترولر. البي اي كنترولر هو نوع من انواع الكنترولرز اللي بنستعملها دايما في مجال الصناعة. انواع الكنترولر اصلا مختلفة، في هتلاقي البروبورشنال كنترولر اللي بنرمز له بالرمز البي، في الانتجرال كنترولر اللي بنرمز له برمز الاي، في الدريفاتيف كنترولر اللي بنرمز له برمز الدي. في انواع بترمز او بتجمع نوعين من انواع الكنترولر زي البي اي اللي احنا بنتعامل معاه النهارده، زي البي اي دي اللي هو اكبر نوع من انواع الكنترولر اللي بيتحكم في اشكال مختلفه. فانت على حسب الابليكيشن اللي انت بتشتغل بيه بتحدد نوع الكنترولر، وطبعا الكنترولر بيكون له المعادلات او الفورم اللي بتوصف ما داخل الكنترولر نفسه، وهل داخل الكنترولر بتتم عملية تفاضلية ولا بتتم عملية تكاملية او بتتم عملية بروبورشنال، يعني اللي دخل لازم بيزيد في القيمة او بيقل في القيمة بتاعته. فالكنترولر اللي قدامنا بيتقسم لثلاث مناطق اساسية، منطقة الفلتريشن او منطقة الفلتر، ودي المنطقة اللي بتشيل السيجنالز الزيادة أو التشويش اللي بيكون داخل على أو مع المائع أو مع الإشارة اللي داخلة للسيستم بتاعنا. تاني حاجة منطقة البي أي كنترولر نفسها، ودي اللي بتوصف التعاملات أو اللي هيحصل على كمية الإشارة أو المائع اللي داخل للسيستم بتاعك، لأن طبعا أنت طالما بتتعامل مع كنترولر على فلويد فالإشارة طبعا اللي بتكون داخلة هي بتكون ماسورة من الفلويد، ماسورة صغيرة من الفلويد بحيث انها توضح هل الضغط زايد، هل التمبريتشر قلت، هل اي نوع من انواع المتغيرات او العوامل الأساسية بتاعتك حصل له زيادة او حصل له نقصان، وبالتالي هي تدريجيا بتعادل او بتحل المشكلة بحيث ان انت ما يظهر لكش اصلا مشكلة. تالت حاجة هي الفيد ووتر فالف اللي هي المرحلة النهائية اللي بتدخل على جزئية التحكم أو جزئية الكنترولر اللي انت شغال بيها. طبعا كل جزئية من دول بيكون ليها الصيغة بتاعتها بحيث انها في النهاية توصل لك ان الإشارة اللي خارجة للسيستم اللي هي WFI تكون منتظمة سواء في حالة رفع الجهد أو في خفض الجهد، وبالتالي كل جزئية من دول بينتج عنها كمية من المتغيرات أو المعاملات الأساسية اللي من خلالها تقدر تعمل عملية التحكم دي، وبالتالي شكل الفورم نفسها أو الماتريكس اللي احنا بنشتغل بيها بتلاقيها إنها بتكبر بعدد أكبر من المتغيرات نتيجة الكنترولر نفسه،
لان طالما انت زودت كنترولر فانت زودت دقة السيستم في التعامل مع المتغيرات، وبالتالي انت زودت كمية المعاملات اللي من خلالها تقدر تزود كفاءة السيستم بتاعك عن طريق التحكم فيه بشكل افضل. فانت هنا الماتريكس اللي معاك بقت فورم 15 في 15، فتقدر انك تتعامل معاها بشكل ادق على برنامج الماتلاب لما هتدخل له المعادلات او هتدخل البرنامج كله بشكل عام. طبعا هنا هيبدأ يتكلم عن الجزئية بتاعة الكنترولر وازاي ان هو بيجيب المعادلات بتاعته بتاعة الكنترولر سواء في السبيسيفيك فوليوم او الانترنال انرجي او الماس فلو ريت او التمبريتشر او بيبدأ يشوف المعادلات دي بتأثر له على ايه داخل التيرباين او داخل السيستم كشكل عام، ويبدأ يشوف هيتحكم فيها ازاي. في النهاية هتلجأ انك تدخل الماتريسيز دي كلها على الماتلاب عشان تقدر في النهاية انك تحصل على ريزلت بالشكل اللي قدامنا. الريزلت طبعا هتكون موضحة التمبريتشر عند كل جزئية سواء في الميتال سواء في البرايمري ريجون سواء في السكندري ريجون، ومعاهم الساتوريشن بريشر ومعاهم الكواليتي، وطبعا بيوضح لك الموضوع ده في حالة زيادة الطلب او في حالة ظاهرة السويل او ظاهرة الشرينك، بحيث ان هو يوضح لك الفرق سواء في الاستيدي ستيت كونديشن او في حالة زيادة الطلب او في حالة نقص الطلب. في حالة نقص الطلب طبعا بيوضحها بان هو بيقلل النسبة، فبتلاقي ان انت بتلاقي 9 من 10 دي معناها ان هي الجزئية بتاعت تقليل الطلب، اما الجزئية الاعلى اللي هي 1 1 من 10 دي معناها اللي هي الجزئية بتاعت زيادة الطلب على الانتاج او زيادة الطلب على اللود بتاع التربين نفسه، وبالتالي الزيادة هي تندرج تحت فكرة السويل فينومينا، اما النقص فبيندرج تحت فكرة الشرينك فينومينا. طبعا كل واحدة فيهم بتأثر على حاجة، اما الاس اس بترمز للاستيدي ستيت كونديشن، والاستيدي ستيت هي الحالة الاساسية اللي لا حصل فيها زيادة ولا حصل فيها نقص، يعني التربينة شغالة بطاقة ما وفضلت شغالة بالشكل ده فترة من الزمن. وبس هو ده تقريبا كل الملخص العام للبحث. ده الكلام طبعا اللي بيتكلم بيقول نفس اللي قلناه، وبيبدأ يرسم جراف للتيبلز اللي طلعت من الريزلت، بحيث ان هو يوضح في حالة الاستيدي ستيت بيكون في انتظام في العملية سواء فوق او سواء تحت، اما في حالة التغير سواء بالزيادة او بالنقصان بيحصل تغير في الكواليتي بالنسبة للتايم، وهو ده طبعا نتيجة ان حصل زيادة في الطلب او حتى نقص في الطلب. يضع الريفرنس او المراجع اللي اشتغل بيها، وهي دي النهاية بتاعت الكلام بتاعنا. لو في اي مشاكل خلال الحاجات اللي اتشرحت ممكن نرجع ونشوفها مرة تانية. شكرا جدا، مع السلامة.